رسائل السودانية الهادية، المالكي بدأ يرسل رسائل غير هادية باتجاه السوداني. أي بمعنى، وهذا معيار بالمناسبة، هذا معيار مهم بالنسبة للسوداني، أنه إذا زعل عليك المالكي فمعناها أنت قريب من الشعب، فخليه يزعل، زعل أكثر، يحقق الاختراق المطلوب. وأقصد هنا في الاختراق المطلوب أنه هذه المنظومة السياسية المتبانية على الفساد وعلى القتل والتغريب والتخريب لا زالت هي نفس المنظومة. لذلك الحكم على الرجل من خلال هذه المنظومة سوف يكون معقدا وصعبا. نعم. أنه لم يحقق الاختراق، أنا هنا أقف عند هذه النقطة. أولا، الاختراق لمن؟ وبوجهة نظرك كمعارض سياسي، كيف يمكن لهذا الرجل أن يحقق هذا الاختراق؟ من أين يجب أن يبدأ؟ لم يستطيع مغادرة المحاصصة المحاصصاتية، محاصصة المحاصصة، أي بمعنى محاصصة الطوائف ثم محاصصة الطائفة، وداخل الطائفة محاصصة الأحزاب اللي جاءت به. ولذلك شوف توزيع المناصب داخل حتى مكتبه، حتى المتحدث باسم الحكومة، مستشاري إلى آخره، لاحظ أكيد هذه الخريطة تعرفها أنت من أين جاءوا. وبالتالي هذه ليست بسهولة بمكان يا أستاذ نجم، هذه الضغوط هو يتعرض لها، يعني حتى يعين هذا الشخص سوف يرضي هذه الجهة، وبالتالي الجهة المقابلة تزعل. وأعطيك أرقام، عندما يعين متحدث هو قريب إلى عمار الحكيم يزعل المالكي، تعرف جنابك؟ بالتأكيد. والآن خصومة، واضحة ما بين المالكي والسوداني، وانتقادات يرسلها المالكي رسائل غير هادية، مو مثل الرسائل السودانية الهادية. المالكي بدأ يرسل رسائل غير هادية باتجاه السوداني. أي بمعنى، وهذا معيار بالمناسبة، هذا معيار مهم بالنسبة للسوداني، أنه إذا زعل عليك المالكي فمعناها أنت قريب من الشعب، فخليه يزعل، زعل أكثر، أصر على زعلي، لأنه نعم هذا هو المعيار الذي أنا، وهذا هو الاختراق. أنا لا أقصد المالكي بشخصه، أنا أقصد المنظومة التي أنتجها المالكي، التي يريد أن يحامل على متحدث قبل فترة المالكي وقال أنه الإسلاميين نجحوا، وهو نفس الشخص الذي تحدث قبل سنة وقال نحن فشلنا بما فيهم أنا، وهو الذي حكم 8 سنوات يا أستاذ نجم. فالمالكي يريد أن يحافظ على منظومة مغلقة من الإسلاميين الذين يقبلوا الأيادي والذين ينصاعون، والسوداني هو جاء من هذه المنظومة. فإذ ما اخترق الحقيقة، قبل أن أتحدث عن الميليشيات الآن، أنا أتحدث عن السياسيين، عن المالكي. المالكي غير راضي عن أداء السوداني، ليس لأنه السوداني ده يقدم خدمات للشعب العراقي، لا، غير راضي لأنه يحابي هذا الطرف السياسي الذي لا يريده المالكي، والمالكي يعتبر نفسه هو المظلة. التفصيل طالما أنت وديتنا لهذه المنطقة خلينا نفوت بيها. المالكي لديه مواقف من السوداني، هل تفسر بالشق الأول من السؤال أن المالكي يستكثر أو قد استكثر على السوداني أن يكون رئيس وزراء، أم أن المالكي خلافه مع السوداني على منهج، أم خلافه على أنه لم يحصل على مبتغاه من المناصب؟ ياهو الأقرب للتوصيف أو للدقة. راح أحيلك إلى مقدمات ما بيني وبينك، دائما هذه حتى بس نذكر الجمهور مو من باب المغالات، بس حتى أنا وأنت نقولهم للناس إنه إحنا عندما نجري لقاءات والحوار يكون بهذا المستوى الراقي، اللي أنا أتمنى كل الإعلام العراقي إنه يصل إلى هذا المستوى. أنا ذكرت لك إنه المالكي كان ممكن أن يكون رئيس الوزراء بالولاية الثالثة، ولكن الموقف الأمريكي بالتحديد وقف بالضد منه، كما ما وقف الموقف الأمريكي بالضد من الصدر أن يشكل حكومة. ولذلك المالكي عندما وصلت له هذه الرسائل، طبعا هذا لا يعني انه الايرانيين ها بالمناسبه راضين بولايه ثالثه للمالكي، لكن الايرانيين كانوا ينظروا، وهذه هي الحيله الايرانيه، ينظروا الى الموقف الامريكي، اذا شافوا الموقف الامريكي به مجال ان يتعاطى مع المالكي كان مشوه. ولكن الامريكان ارسلوا رساله واضحه بشكل دقيق انه نهايه العراق سوف تكون مع محاوله المالكي للوصول الى رئاسه الوزراء، لانه هم وضعوا قانون الامريكان للسياسيين دول، من يخرج لا يعود، شوف لي من طلع ورجع صعب يعود. ولذلك هاي وحده. فالتفت المالكي الى انه بعد ان انتزعوا القضيه والصدر ساهمهم باعطاهم المقاعد، قال لك انا خليني اتي بشخص استطيع السيطره عليه، وهو كان يعتقد كذلك المالكي، وجاء بالاتفاق هو وقيس الخزعلي، وقيس الخزعلي هو من طرح السوداني،
وبالتالي المالكي كان يعتقد وهو تحدث تذي جنابك انه انا شكلت الحكومة ولو ما انا والى اخره من القضايا اللي سمعتها انت وسمعها الشعب العراقي. تمام. فكان يعتقد انه هو سوف يكون كما هنا في امريكا يقولون انه هاي الولاية الثالثة لأوباما، يعني بايدن الرئيس لكن من يتحكم في امريكا هو اوباما، وهي حقيقة جزئية للشعب العراقي. اي المالكي كان يعتقد هكذا سوف يكون، انه بالواجهة السوداني رئيس وزراء ولكن من يدير المشهد هو من هو المالكي. لكن مع تقدم الايام والاسابيع صار اول تقاطع فيما يتعلق بالاجهزة الامنية، ووصل الحال الان الى الصراع على التعديل الوزاري في جنابك سامع هسه. البعض ينكر لكن اكو حقيقه انه اكو تعديل وزاري قادم يعتقد به السوداني ان يعطيه جرعه في الاستمرار. انا بتقديري انه هذا التعديل الوزاري قد ينهي حكومه الـ 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 على الاقل ينهي يعني يفرط عقد الاطار الحقيقه، لانه في مجموعتين الان في الاطار، واحدة تقف خلف السوداني داعمة له لأن هي مستفيدة منه، وبالتحديد أقول لك يا العصائب قيس الخزعلي إلى آخره، وبعض الميليشيات اللي كان عندها موقف من السوداني غير راضي تم ترضيتها تدري عن طريق الموازنة وزيادة الموازنة للحشد وإلى آخره. الطرف الآخر اللي هو يمثل المالكي وهي يمكن صالح الفياض وآخرين مجموعات من الإطار، فإذا أكو انقسام يقف بالوسط، حتى أوصف لك المشهد، يقف بالوسط خالد العامري، وهذا دائما الرجل هكذا يعني يكون دائما في المنتصف مرة مع هاي مع ما. ولذلك السوداني هاي معادلته، إذا تروح شوية تبتعد للأكراد أكو مشكلة مع الأكراد ضخمة الآن تتعلق بصادرات النفط، وإحنا تحدثنا عن هذا قبل سنوات. الآن الأكراد غير قادرين على صادرات النفط بسبب القرارات الدولية، وهم عندهم أزمة مالية تبي حتى مرتبات ماكو، واتفقوا مع السوداني ولكن اتفاق كاتفاقات السابقة تذكرهن جنابك من اتفاق أربيل عام 2010 ولليوم وما يحصلون شيء. وأنا والطرف السني أيضا أكو مشكلة مع الحلبوسي، تطورت إلى حد الآن أكو مطالبة بإزاحة الحلبوسي، فهذا هو الوضع اللي فيه الآن السوداني.